السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشوف ازاي هنضيف فلاش وهنعمل حوار داخل الكورس لاب. من ادراج قلنا بنروح صورة بنراجع مع بعض صور جاهزة، بروح لصور جاهزة على اليمين بختار مكتبة المصادر، ثم من تحت خالص في اسفل القائمة هلاقي وسائط متعددة او المالتي ميديا، بختار نوع الفيلم اللي انا عايزه اذا كان فلاش او فيديو الى اخره، مجرد الاختلاف في الامتدادات ونوعيه الفلاش او الفيلم. بنختار الفيلم، اي فيلم فيه من الافلام اللي موجوده عندنا اهو بالشكل ده بيبقى موجود، اقدر اتحكم في الحجم بتاعه زي ما انا عايز، بملى بيه الشريحه او اصطمم في الشريحه بحيث يبقى سنترد في الشريحه. بروح للشريحة في المصغرات او الثامبنيل الموجود ورايت كليك وعرض الشريحة، بيبتدي يطلع لي بسم الله الرحمن الرحيم. بنجرب مرة ثانية بسم الله. الصورة مش موجودة ليه؟ اللي كان شغال حالا دلوقتي. نجرب مرة تانية، نختار فيلم آخر، نختار فيلم آخر أهو أبلاي، يبقى نوعه مش متوافق مع الفلاش، وهنشوف إذا كان ده هيشتغل ولا لأ. أهو بالظبط كده، أدي الفيلم بالمنظر ده، الشريحة أهي، وابتدي اتعامل معاه. ده عباره عن الدي ان اي مايكرو اري او تعيين او تقدير لقيمه الدي ان اي موجود في عينه نباتيه، وده يعتبر كانه فيرجوال لاب، بس اصغر اقفل دي شويه وممكن املى بالفيديو ده، املى بيه الشريحه كلها لان محتاج نكبر بالشكل ده اهو. وبعدين نعاين الشريحه مره ثانيه بالمنظر ده، ادي الفيلم اهو اهو بالشكل ده. ده نوع من انواع المعامل الافتراضيه، وده هيبقى ليه قصه تانية هنتعامل معاها. ونبتدي نفحص الخلايا الى اخر هذا الامر. اهو الشريحه عندي شغاله، يبقى انا كده ضفت فلاش هنا. طيب ممكن اضيف شريحه جديده زي ما اتعودنا، ادي شريحه جديده ونجرب نحط فيديو ايا كان الفيلم الفيديو ده، املى بيه الشريحه ونجرب هنحط الفيديو ازاي بالشكل ده. نروح اعتقد ده ممكن يشتغل. هنا بيقول لي الموفي اوتو ستارت، انا بلغيها مش عارف عندنا، وهنعرف الفرق بينها دلوقتي. الويندو ليس مود الفيلم، لكن يبقى في عندي اللي هي بالشكل ده فل، اللي هي الازرار اتحكم منها واتوقف في الفيلم اشغله، ما يبقاش فيلم بس. طيب وهنشوف ده لو شلتها او حطيتها هنشوف الفرق بينهم ايه دلوقتي. اوكي، واروح اعاين الشريحه، عرض الشريحه بالمنظر ده، بيقول لي كان نوت سبورت نوعيه الفيلم او الانستول. طبعا انا عشان متصل دلوقتي بالانترنت، لو حد مش متصل بالنت مش هيعمل كده. بيحدث لي لان انا عندي كويك تايم مش موجود معايا، وده اللي احنا قلناه في محاضره النهارده، ان لابد ان وانا بحط الفيديو بتاعي لازم يكون موجود، لازم يكون موجود السوفت وير، السوفت وير اللي انا هستخدمه لازم يكون موجود على الجهاز اللي انا هشتغل عليه، يعني سواء الجهاز اللي عندي في البيت موجود. فاللي بيحصل كده ممكن يكون موجود فاشتغل وجربت، انا ما اضمنش ان البرنامج اللي عندي الجهاز اللي عندي اللي هشتغل فيه في الكليه او في المعمل او في المصنع
على يكون في نفس البرامج، يبقى بالتالي لازم حاجه من الاثنين، يا اما استخدم برنامج عام او صيغه عامه اضمن تشتغل في اي مكان، او ان اضمن ان البرنامج اللي هيكون عندي يكون الجهاز اللي يكون عندي يكون موجود فيه هذا البرنامج، اختار صيغه عامه سواء كده او كده. دلوقتي ايه اللي انا بعمله دلوقتي؟ رحت للموقع بتاع البرنامج وشغلته. اهو ده عشان يشتغل، هو دلوقتي بيحمل لي البرنامج. هو ده بيتحط طبعا الفيديو مش معمول حسابه، لكن كويس انه حصل. محاضره النهارده نتكلم على الجزء ده، قدامنا ما اشتغلش والبرنامج بيطلب تعديل او تحديث على الانترنت ما كانش متوصل. دلوقتي الانترنت المفروض متوصل، وهنشوف دلوقتي اول ما يحمل البرنامج اهو هنحمله على الجهاز على طول. اهو هو طالب يتحمل على طول. البرنامج بيتحمل دلوقتي، برنامج اللي هو الكويك تايم ده اللي هيشغل نوعيه الملف اللي احط. الجزء ده ما كانش معمول حسابه، لكن كويس انه حصل، يبقى استفدنا حاجه جديده. طبعا ده حصل لان متوصل بالانترنت، لو مش متوصل بالانترنت هيرفض ان هو يشغل الشريحه او الفيلم، وخلاص هنقف على كده، هنضطر نغير نوع الفيلم او نحط فيلم اخر يعني. طبعا اللي ممكن يسهل علينا ان في برامج كونفرترز او محولات بتحول من صيغه الى اخرى، ومعروف ان في صيغ بتكون عامه يعني سهل انها تشتغل على اي جهاز زي الاي في اي، وفي في في صيغات في صيغ اخرى ممكن، فدي بتبقى يفضل ان من الاول خالص يبقى الافلام بتاعتنا بتحولها لهذا هذه الصيغه، لان الفيلم مش ضامن ان هو يشتغل على جهاز واحد، فممكن يروح يشتغل على اكتر من جهاز، فبالتالي بنبقى محتاجين ان احنا ضامنين ده. السلام عليكم، بنستأنف التسجيل. انا كنت وقفته الحقيقه. هنجرب الفيلم مره اخرى لاعمال الشريحه بالشكل ده. ونعرض الشريحه مره ثانيه. الصوت بس اللي شغال، يبقى نوع الفيلم ده كله عايزين نغيره خالص ونحط فيلم اخر. ده الصوت فقط، احنا عايزين فيلم فيديو. فهنروح بنختار الازرار تكون موجوده يفضل، وهشيل بس اوتو ستارت هنلغيها. اوكي الفيلم اهو، نجرب نعرض الشريحه. نوع الفيلم برضو مش مشغول، هو ده بيحصل قدام حضراتكم اهو عشان نتاكد ان مش كل فيلم هيشتغل. طيب نجرب بالميديا بلاير عرض الشريحة. مش هيشغله. طيب اهو انا جهازي لسه متفرمط فمش حاطط عليه كل البرامج، او ده تطبيق عملي قدامنا يعني احنا كده نشوف ايه اللي ممكن يشتغل وايه اللي ما يشتغلش، يعني ده لازم يبقى عليه البرامج الكاملة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نجرب نشوف الشريحة هيشتغل ولا لا. برضو
نجرب فيلم آخر. شكله برضو كده ممكن اشغلهوش. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اشتغل اهو، ده اللي كنا جربناه في المحاضرة بالشكل ده اهو. اهو وبيشتغل الفيلم عادي خالص. اقدر اجريه؟ اقدر؟ لا ما اقدرش. حد يعرف ليه؟ اهو انا عمال اضغط واشد عشان اجري شويه، ما بيجريش لان التحكم بتاع الفيلم كله اهو. ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ طيب كويس ان ده حصل معانا. بضغط مرتين يبقى كده مليت الشاشه. ادي اللي عندي التغيير بيتم من هنا اهو بالشكل ده. شغال. لو ضغطت دبل كليك تاني هرجع للفيلم مره تانيه واقدر اوقفه وبقفل الشريحه. يبقى احنا كده ضفنا فيلمين ونضيف شريحه جديده عشان نحط هنا نموذج في وسائل الشرح المختلفه اللي هنا دي هناخدها دلوقتي في فيلم اخر لما هنتعلم ازاي نحط الفيديو الحوار في الفيلم ده. يبقى احنا كده شفنا ازاي حطينا. ممكن نجرب بقى ازاي نحط في هنا محاكاة، نحط ازاي في شخصيات عرفناها قبل كده، حطينا روابط. الروابط اللي احنا شرحناها الصبح نقولها كمان بالمرة هنا. فلو انا حطيت بالشكل ده كده دبل كليك وبروح بختار الملف اللي انا عايز احطه ايا كان نوع هذا الملف. ممكن احطه ملف وورد، ملف ايا كان نوع الملف اهو. هنختار نموذج توصيف مثلا ابلاي بالشكل ده. عايز اجرب اجربه من هنا؟ لا مش من هنا. رايت كليك وعرض الشريحه، بتعرض الشريحه، اضغط على لي الحقيقه في البراوزر الموجود بالشكل ده. في جوجل ادي اهو، ادي ملف البي دي اف اللي اتفتح اهو بالشكل ده. هقفل مره ثانيه. طب هو الملف البي دي اف وورد كمان اهو، نجرب بالشكل ده. اي ملف وورد او باوربوينت ادوات قياس مثلا بالشكل ده، ابلاي اوكي، عرض للشريحه بالشكل ده. ادي الملف بتاعي. لو ضغط بالماوس اهو براوزر زي ما اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. انا البرنامج ده برنامج خاص شويه انه بيخيرني اني اسيف البرنامج او افتحه اللي هو الملف اللي انا عايزه. طبعا هقول له افتحه لي وبقفل بس هنا. هو دلوقتي بيفتح لي ملف اهو بالشكل ده. الملف في الوورد. طيب يبقى دي الشريحه بتاعتنا بنقفلها. يبقى كده جربنا حطينا اكتر من ايه؟ من ملف، مره بي دي اف، مره وورد الى اخر. طيب نعمل شريحه جديده كمان ونجرب. انا عايز احط موقع اهو، اعمل دبل كليك. فين بقى الموقع؟ يبقى لازم اكون فاتح الانترنت بالشكل ده ونجرب على الصفحة الخاصة اللي فيها الافلام اللي احنا بنرفع عليها الافلام اهو. وهكتب هنا مثلا كورس شرح كورس لاب واحد أول محاضرة أهي، شرح كورس لاب واحد. طبعا ده مش أول فيلم، ده مش أنا، الفيلم التاني مدته نص 32 دقيقة أهو. ما بضغطش على اسم الفيلم، بضغط على اسمي أنا أهو.
دي القناة اللي اهي، وادي الافلام دي الصفحة القناة الخاصة بيا، وادي الافلام اللي موجودة. انا فتحت دي عشان اخد اللينك اللي موجود فوق ده كوبي، واقفلها واروح احط فين؟ هنا اهو بالشكل ده. الاختيارات اللي عندي بقى دي، البراوزر اللي انا هشتغل عليه ده، ممكن عايز التول بار يبقى موجود، عايز الاستاتس بار، عايز ايه بالظبط اللي موجود يكون موجود عندي الى اخره بالشكل ده. ممكن ما اغيرش حاجه، مجرد ان اضغط اوكي، وهنجرب الكلام ده هنا، عرض الشريحه بالشكل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وقت زيادة شوية، المفروض ما كانش ياخد الوقت ده. طيب نقفل ونجرب تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. مجرد ضغطة متصلين بالإنترنت عشان يفتح القناة بالشكل ده. هقفلها مرة تانية وأجرب تاني. ضغطة واحدة بس بالزر الأيسر بيفتح لي القناة عندي. طيب هنتوقف عند هذا القدر، وهناخد الفيلم التاني ازاي نعمل سيناريو. شكرا لحسن استماعكم، واعتذر اذا كان حصل توقف في الفيلم اكتر من مرة. شكرا جزيلا.